عبد القادر فارس، مو المايك، مو المايك كيف ما كيعرف كاع المغاربه، انت الصديق مقرب للسيمو القناوي. بغينا نسولوك مو المايك على قضيه سيمو القناوي. سيمو القناوي علاش هو معتقل؟ شنو التهمه بالضبط اللي منسوبه ليه؟ واش كتشوفوه كتزوروه؟ يعني كاين شي جديد كتحاوروا معاه؟ سيمو خويا معتقل، وبسبب اللايف اللي صدر راه كان عنده روشيرش في لو 24، والقناوي في خباره، فهمتيني، في خباره باللي راه روشيرش، مي ما كانش متاكد، يعني قالها له غير بنادم. وراه كيف ما شفتوا في لي زانترفيو قالوا انا الا كنت روشيرشي جاو عندي للدار مرحبا، انا ما نهرب ما والو. وفعلا داكشي اللي وقع. ومشينا وهضرنا مع ضابط اللي شاد الدوسي ديالو، وقال لنا باللي عنده السب والقذف، وراه غادي غدا غادي يدوز في المحكمه. مشينا كان اليوم غادي يدوز اللي هو نهار الحد، مي ما داس، سو قالوا لنا غادي اجلوها حتى لغدا ان شاء الله. ونتمنى خويا قناوي يخرج من الحبس، حيت قناوي انا ماشي في ليطا ديال انه يدخل السجن حاليا، وديكشي اللي وقع راه ما داروش لخاطرو، وراه ما كانش في الوعي ديالو. وانا كنقول باللي راه بنادم في الوعي ديالو كيضل يسب، فهمتيني، وراه ما كيديروا معاهم والو. وسيد باش سب راه كان فاقد الوعي ديالو وحاس بالحقره، وربي اللي عالم به وادى نفسه وشحال من حاجه. نتمنى ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء، والله يطلق صرا خويا قناوي. هذا الشيء اللي غادي نقول. واخا مو مايك، الاغنيه الاخيره ما عندهاش دخل في الاعتقال ديال سيمو قناوي؟ لا، حاليا الاعتقال عنده علاقه باللايف، حيت هو اصلا كان طلقوا عليه روشيرش لو 24، يعني قبل ما يخرج الديسك، يعني مور ما نشر اللايف. يس، فوالا، هو هذا. والسبب هو ان ديك اللايف باش تنشر، راه قناوي هي بوست اللايف ومسحو ميم با 5 دقائق، هو اللي تنشر بديك الطريقه. هو بنادم بدا تيعاود يلوحو وتيديرو عن العنوانات، كل واحد تيختار عنوان اللي بغا يبين به لاباج ديالو، فهمتيني. والسيد كون حسو به في ديك اللحظه راه ما يديروش بحال هكا. سيمو قناوي انسان، اش غادي نقول لك؟ هذاك السيد اولا تسمح في حقه، يسمح في حقه، يبغي لك الخير. انا عشيري، فهمتيني، عندي عزيز اكثر من خويا، كما خلى قسم العدسه وما تجامل، فهمتيني، راه العدسه يقسمها معاك، ما يأديكش وحشومي، فهمتيني، واخا تشوفو كبير راه انسان فهمتيني، ضعيف الاحساس وعنده بنفسه، يعني قبل الراب قبل كل شيء السيد ديما عرف كيجيبها بدراعه، فهمتيني، اضرب 7 سنين في الارمي يعني، وعاوتاني منين خرج من الارمي دخل الحبس ظلما، وخذ الابراء ديالو اللي هذه حتى هي معلومه خاص بزاف ديال الجرائد والصحافه يعرفوها، باش ما يبقاش يقولوا تحكم عليه بسبب السرقه. وراه الابراء ها هو تشوفوه، يعني بنادم يتاكد. وتنقول اي حاجه كتوقع بالمكتب، والله والحمد لله اللي خرجت هي راكاك بديك اللايف، حيت هو ما عندوش لمن يشكي، فهمتيني، ما عندوش لمن غيشكي، ما عندوش شي واحد بيستوني اللي غادي يمشي عنده في الحكومه ويقول له خذ لي حقي من هادو، غايجي حق ما يجيش حقه، واحد من الضحايا. يعني منين دار بحال هكاك راه حس باللي هذيك هي الطريقه الوحيده فين يعبر، الشراب وفقد الوعي يقدر يكون خلاه تجاوز الحدود في السبان، ماشي خوفا من شي حد، احتراما هي للناس اللي هو كيبغيهم وكيحترمهم. راه هو قالها ليا، هو تيحترم الناس لدرجه تيحشم من الناس، يعني هو ما يبغيش يخسر صورته قدام الناس، راه هو مابقاش يبغي يخرج للزنقه صاحبي،
ما بقاش يبغي يخرج. الناس ما كيبغيوش كمغني ديال الراب، كيحبوه، كيحبوا الموسيقى ديالو، حيت كاين كاين اللي كيتمزك ليك وكاين اللي فان ديالك فيدال. شتي اللي كاين الناس في الصحراء كيتمزكوا ليه، كاينين بوليس كيتمزكوا ليه، العسكر كيتمزك ليه، فهمتيني؟ يعني لهذا انا عشيري قناوي ما عمره ما كان انسان خايب، واللي يقول عليه شي حاجه خايب هو الخايب، فهمتيني؟ ما تيعرفوش. ونديرها معاك خطار، هذاك اللي تيقول شي حاجه خايبه على القناوي سير شوف هيل الرياكشن ديال الناس شنو تيجاوبوا عليه، ونمشي عليك اللي اختار. اي واحد لح شي حاجه تيسب فيها القناوي غتلقى لي ديسلايك اكثر من لي لايك، وديك شي ما تيجيش هراكك، ديك شي كيجي بحب الناس، فهمتيني؟ والله يدير ليه شي تاود الخير. هادشي اللي غنقول خويا، اش غنقول لك؟ تمشيو مع اختو، اختو هي الوحيده اللي تقدر تدخل، فهمتيني؟ وما تشوفوش تدخل، هي تحط الماكله في البلاصه وصافي وتعاود تخرج. وهادشي اللي كاين ابار سا. وكتسولوا عليه، سولنا عليه بوليسيين وكذا، وهادي قالوا لنا راه بخير ما خاصوش تاخير وكذا وهادي، فهمتيني؟ وراه راه بخير وعلى خير. وانا عارف القناوي ما يتخاش في اي بلاصه، ولو 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 يمشي لشي حفره والله ما يتخاش في ديك الحفره. الحفره علاش؟ حيت انسان راجل ودرويش، والدرويش فين ما مشى يعيش. خويا نجي انا نهضر معاك، نجي انا راه ما كنفهم والو فاش انا تندير لي زانترفيو، كندير باش كنخلي خويا وعشيري اللي انا نفتح حر عليه ما يتبعوش بنادم في واحد اتجاه، ولا يمشي بنادم غلط، ولا يكون هو ما عنده الصوت حيت هو مشدود ما كاينش اللي يدوي عليه ولا كذا. انا غدا نقدر نقول لك انا دابا حاليا واخا اي حاجه كنقولها لكم راه هي اللي تيقولوا لي، انا ما كنأكد والو. انا حتى الغدا وحتى يدوس قدام الوكيل وحتى نعرفوا القرار شنو كاين، عاد هذاك تيكون هو الخبر الرسمي. اي حاجه كنقولها دابا حاليا راه هي اقرب حاجه للصراحه اللي تتقال في الانترنت كامله، فهمتي شنو بغيت نوصل لك؟ وحاجه واحده اخرى بغيت نزيد، حيت سمعت شفت بزاف ديال الناس يقولوا كان في بيت مع بنات الليل ولا شي حاجه، حشومه يقولوها على ديك الهضره. سيد هذاك هذيك البنت راه اختو وما دايره حتى شي عيب في ديك الفيديو، البنت تصبروا وتقولوا صافي اخويا وهادي، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين. وبنت خالته وفوق منه ساكنه خالته، يعني سيد راه ما ساكنش بوحده، ساكن مع عائلته، فهمتيني شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني الله يخليكم تاكدوا من المعلومه عاد قولوها، حيت الا هي تجيس غادي تبقاو تقياو المعلومات راه والو، هذاك الشيء تيعطي في المجرى، حيت غادي شي واحد بحال اللي عنده المعلومه ويقول لك راه شدك الفار. يلا عاود خلص الثمن، ما قال انت اللي خدمتي عليه كامل مشى في الزيرو حيت ما قابتش معلومة ديالك صحيحه. وهذا ما كان حال اللي غنبغي نقوله هو خويا قناوي معاك حتى النهايه، وانا راه اخوك فهمتيني، والله يطلق سراحك هاي. وشكرا بزاف لكاع الاخوت اللي تضامنوا مع القناوي، وعارفين عارفين عارفين القناوي كانسان كي داير. بغيتكم ما تحبسوش، خليكم كما كنتو وكيما ديما غتبقاو، راكم ديما تتسبورتيو نمبر 1 ان ماروكو القناوي. يو اوري نو وات ات از.